أنسة نيلي، أنا آسف على اللي حصل امبارح. خلاص مفيش مشكلة، أصلا كان في عصابة بتطاردني امبارح، فأنا فكرتك أحد أفراد العصابة. بليز لو سمحت كفاية، ما تخلينيش أكرهك أكتر ما أنا مش طايقاك. بجد كفاية إن أنت السبب إن أنا ما نزلتش صورتي على انستجرام النهاردة، ودي كارثة. طب معلش أنا آسف، ممكن بس أطمن على عينيكي؟ خلاص اتس ماتش باتر النهاردة، مش لازم. معلش بس ممكن تقلعي النضارة أشوفها؟ والله صدقني مفيش، خلاص يعني عشان ضميري بس بيوجعني. معلش أنا آسف، بس هو الدكتور قال لي إنها تورم شوية، بس قال لي إنها هتخف على بالليل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هو الدكتور قال لك هتخف على بالليل ولا هتعيش بالليل؟ هي بايظة قوي كده؟ لا خالص خالص خالص. البسيها بس بسرعة، البسيها. طيب بص يا سيف، أنا كنت عايزة أطلب منك طلب. عايزة فلوس؟ عايزة كام؟ لا 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 خالص، أنا معاك في الجامعة. إيه ده؟ جامعة إيه؟ معايا أنا؟ مستحيل، ما شفتكيش قبل كده. إزاي يا ابني؟ ده أنا بقعد وراك في كل كلاسز. ما حصلش، لو بتقعدي ورايا كنت أعرف، يعني أنا بحضر على طول. ما طب أفكرك؟ أنا مرة استلفت منك أستيكة. مستحيل تستلفي مني، لأن أنا مش هسلف أستيكتي لحد، لأن أهم حاجة عندي الأستيكة. طب ثانية، الأستيكة عليها فرارة ومتعضعضة من الجنب. متعضعضة؟ أنا ما اتعضعضش الأستيكة عشان أعرف أهميتها، ما اتعضعضهاش أنا. وبعدين كان إمتى؟ كان يوم إيه؟ كانت محاضرة الدكتور مين لما خدت مني الأستيكة؟ طيب ممكن ننسى حوار الأستيكة؟ دلوقتي أنا عايزاك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي، عشان أنا عارفة إن أنت من الستودنتس اللي شاطرين قوي في الجامعة، مع إنك شكلك أكبر من سنك. لا أنا فعلا سني كبير، أصلا درست جامعتين ودي الجامعة التالتة ليا. للدرجات دي بتحب التعليم؟ لا مش حد بيحب التعليم، بس أنا فاهمك. أنا ماما كان نفسها أدخل كلية الحقوق، فدخلت كلية الحقوق عشان ما تزعلش. بابا بقى كان نفسه أخش كلية سياسة واقتصاد، دخلت طبعا عشان بابا ما يزعلش. بعد كده بقى درست الحاجة اللي بحبها، اللي كان نفسي أخشها من الأول، كلية الهندسة، عشان أنا ما زعلش. إيه ده؟ You're so sweet. أي حد بيقولك تدخل أي حاجة كده بتدخلها؟ طب معلش أنا هطلب منك طلب، بس هو مش ده الطلب الأصلي، يعني ده طلب تاني جالي دلوقتي. انا كنت عايزه ادخل بالي، ممكن تدخل معايا؟ والله لو هتستني لاخر السنه دي اخلص المشروع بتاعي، ما عنديش مانع ارقص معاك يعني. اوكي هستنى. نرجع بقى للطلب الاولاني الاصلي. اتفضلي. انا كنت عايزك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي. ايوه، يعني عايزه ايه بالظبط؟ يعني اجيب لك مراجع، اكتب لك مقدمه، ارسم لك ماكيت. بالظبط كده، عايزك تكتب لي مراجع وترسم لي مقدمه وتجيب لي موكيت. اجيب لك موكيت؟ اه. وانت بقى مش تعملي اي حاجه؟ يعني انا هجيب لك كل حاجه وما تاخدي المشروع بتاعي احسن. بص يا سيف، انا امبارح خليت بابي يكلم رئيس المباحث عشان يقبض على العمل كده في عيني، بس ما قلتلوش اسمك، لكن دلوقتي حالا اكلمه واقول له اسمك عادي. لا لا، وتقولي له ليه؟ ما تقوليش اي حاجه، وانت لو احتجتي اي حاجه انا هعملها لك. اقول لك مش عايز الاستيكه، ومعايا ليك حته برايه بمرايه، انما ايه، جميله، ومعاك رقمي، كلميني. ما يعني انا مش هتاخر عنك في اي حاجه، بس يا ريت ما تقوليش. ايه الصوت ده؟ لا ما فيش، ده طفل صغير خبط الترابيزه ووقعها على الارض. ولد شاوي، اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمك ايه؟ حمزه. حمزه شقي يا حمزه. حمزه ما تمشيش حافي عشان الازاز ما يخش في رجلك يا حبيبي. معلش سوري، انا همشي بقى دلوقتي لان الدكتور قال لي لازم اريح عيني. طيب تحبي اوصلك؟ لا لا خلاص شكرا. هي فين بقى؟ هي مين؟ شنطتي. مع حمزة. الشنطة مع حمزة. يا حبيبي شقي شقي شقاوة، خدي الشنطة يا حبيبي. بصي سيب يا حمزة، سيب يا حبيبي، سيب. بيقول لك باي باي، عنده خصلة حلوة قوي حمزة. ثانك يو سيف، باي باي. طب يعني أنا مش هينفع أسيبك في الحالة ديت، لو أوصلك يعني. مالها الحالة؟ في أنا كويسة، أنا بعرف أتحرك لوحدي على فكرة. تمام خليك، أقعد أقعد، مفيش مشكلة خالص. وبعدين بقى يا حمزة في إيه؟ أنا بلعب معاك؟ فين مامة حمزة يا جماعة؟ احنا في نيرسي ولا ايه؟ بتسيبوا ولادكوا كده؟ قدك انا؟ قدك؟ خلاص متزعلش، مش هزعقلك تاني. اديني ولا اديني، اديني ولا سيف
سيف. ايه يا شريف؟ بقول لك يا سيف، الطماطم احلى ولا الخيار الهيلات السوداء اللي تحت العين دي؟ البتنجان المخلل. يا شريف اللي انت عامله ده، انت حاطط من الماسك بتاع ماما؟ ما ده اللي لقيته عندكم، وبعدين حبيت اعمل كده عشان بصيتي تبقى ناعمه ونضره، عشان لما نيلي تيجي بكره تلاقيني زي القمر. وانت مالك ومال نيلي؟ نيلي دي بنت مؤدبه ومحترمه. انا مش عارف ايه اللي خلاني اوافق انها تيجي هنا. ايه المشكله انها تجي لنا البيت؟ يعني ايه العيب في كده يعني؟ المشكله انها بنت وجميله. ايه المشكله في كده؟ ما تبقى تعرفنا على بنات صحابها الموزز ونخرج معاهم ويجوا لنا البيت ونروح لهم البيت ونروح معاهم ديسكو. شريف انا جايبك هنا عشان ما اقعدش انا والبنت لوحدينا، لكن تروح تقول لها بقى عرفيني على الموزز صحابك وجو التحرش بتاعك ده انا ما بحبوش، وما بحبش كلمه ديسكو. لما تلاقيني داخل بحنان شوقي يبقى اقول ديسكو. طب بعيدا بقى عن كل ده، احط طماطم ولا احط خيار؟ حط قته. فين؟ بقولك ايه، هو انتوا لما بتعوزوا تاكلوا بتاكلوا ايه؟ يعني الشبراوي بيجي دليفري؟ يخرب بيت سأل التدويرة وشك. حد عايز حضرتك يا استاذ؟ حد مين ده؟ صباح الحنان على احلى شريهان على مر الزمان. عينيك، انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ في يا شوشو، دي مقابله تقابلي بيها خطيبي. هو انت ليك عين تيجي بعد اللي عملته في الدريم بارك؟ والله يا شوشو انا كان قصدي خير، وبعدين انا عمال اكلمك من ساعتها وانت اللي ما بترديش عليا. وبعدين لو انت فاهمه ان انت بكده بتخلعي من هاني الدبدوب، فلازم تفهمي ان هاني الدبدوب لسه حبوب. من فضلك يا هاني، احنا هنا في مكان عمل، يعني ما ينفعش الزيارات الخاصه دي الا لو كنت عايزني في شغل. طب ما انا عايزك في شغل. شغل؟ شغل ايه ده بقى؟ مش انتوا شركه شحن؟ ايوه. انا جاي اشحن. تشحن؟ تشحن ايه؟ اشحن بعشرة. تشحن بعشرة بس؟ طيب عشان خاطر الشمسيه دي هشحن ب30. لا، في ب25. لا انا خارج من ذمتي 30 والخمسه ليك. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ مين ده؟ مستر منير ده باينك زبون، مش انت زبون؟ زبون؟ اه انا زبون. و كنت جاي اشحن يعني. جاي تشحن؟ اه. تشحن ايه؟ اشحن ب50. نعم، 50 ايه؟ طيب ماشي، انت مستلم يعني عشان شركه وانتم موظبين ومكلفين. هشحن ب100، مش هيخسر. هات التليفون اشحنك على الهوا، مفيش بمية. انت جاي تهزر؟ خلاص يا مستر منير، خلاص. هو اساسا كان ماشي، مش انت كنت ماشي؟ مش ايه؟ لا مش بقى هي بقى كده يعني. طب على فكره بقى، انا مش زبون ولا حاجه، ودي تبقى خطيبتي. لا لا لا، خطيبي ايه؟ هو انت خطيبي؟ هو انت وقعت على دماغك ولا ايه؟ في ايه يا بنت؟ مش عارفه ليه نسيتك فجاه، ارتبكت بقى. امشي هاني، ابوس ايدك عشان خاطر امشي. ماشي يا شوشو، همشي. بس الاول تقولي لي سامحتك. سامحتك يا هاني؟ لا، قولي لي سامحتك يا دبدوب. سامحتك يا دبدوب. لا ما تاكلنيش يا ماما، قوليها زي ما بتقولها لي. سامحتك يا دبدوبي دوبي دوبي. ايوه، الغلاسه اللي انتوا فيها دي، اتفضل اطلع بره يا سخيف. هنسى شريهان؟ ايوه فضل. ما ينفعش ابدا، احنا هنا في مكان شغل، ما ينفعش اي زيارات عائليه فيه. وبعدين انت بقالك كام يوم وبيجي لك زيارات، قدام شويه هيحصل ايه؟ اسفه يا فندم، اوعدك مش هتتكرر تاني. خلاص سامحتك. وبعدين ايه البتاع اللي على دماغك دي؟ اصل انت كيف عمال ينقط فجأة؟ انت هتحكي لي قصه؟ اقلعي البتاع اللي على دماغك دي يلا فورا. حاضر يا فندم، اتفضل. انا هجربك في شغل، اما نشوف. عايزك تعملي لي فايل تحط لي فيه كل حاجه عن الشحنه بتاعت ايطاليا اللي رايحه الصين، اتفقنا؟ حضرتك دي لعبتي، 5 دقايق وتبقى عندك. دي مواعيد ساعة نستناكي. هو مش ده بيت سيف؟ سيف موجود؟ ولو مش موجود ما ينفعش شريف خالص؟ انت بتستظرف بقى بصراحة. اهلا يا نيلي، ازيك؟ بطل غتاتة يلا، وبعدين اقلع الروب بتاع ماما عشان لو شفتك لابسه هتبهدلني. الفسكوزة بتاع ماما؟ ايوه. اقلعه؟ انا مالي، ادخل ولا ايه ده؟ بطل غلاسة. طبعا، اتفضلي يا نيلي، اتفضلي. واو، استغفر الله العظيم يا رب، الحمد لله على كل شيء يا رب، صبرني. أنسة شريهان. أيوة. في واحدة بتسأل على حضرتك. واحدة؟ في إيه النهاردة بس؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا
نهار ابيض يا الف نهار مبروك يا حبيبتي. المكتب الشيك ده بتاعك يا بنت. يا اختي علي يا حبيبه خالته باينها بدت لك في القفص يا بنت. ايه اللي جابك يا خالتي؟ اخسى عليك. ايه اللي جابني؟ ويا بنت اللي انت لابساه فوق دماغك ده، انت بيشغلوكي هنا ايه؟ بتاعه شماسي بتفرديها يعني ولا بتشتغلي هنا ايه بالظبط؟ معلش اصلها بتمطر عندي هنا. المهم انت ايه اللي جابك دلوقتي بس يا خالتي؟ اخسى عليكي تاني هتقولي لي ايه اللي جابك؟ بصي بقى، انا جايبه لك لقمه يا روح خالتك تاكليها كده بالهنا والشفا. لهوي جايبه لي اكل هنا في الشركه اكل؟ امال هجيب لك فين يعني؟ وبعدين انا فرحانه بيكي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا ده؟ ايه الغاغه دي؟ احنا هنا فين؟ في شركه ولا في مولد؟ انا اسفه قوي يا مستر منير، وبعدين انا ما اعرفهاش اصلا. انت مين يا ابله؟ اخسى عليكي يا بنت، بتتنكري مني؟ انت تاني يا شريهان؟ انا مش لا البتاع اللي على دماغي دي الاول وما بكلمك. انا مش كل شويه حد يجي يزورك في الشركه؟ ما ينفعش. مشغلين عندنا مين؟ صوفينار؟ ايه يا اخوي مالك عمال تزعق فينا كده ليه؟ فزعت البيت وفزعتنا انا كمان. ايش حال يا اخويا اللي ما كانش عمها صاحب الشركه دي كلها؟ لو سمحت يا مدام انا مش بكلمك، انا بوجه الكلام للموظفه اللي بتشتغل عندي. وبعدين يا شريهان ايه الاشكال البلدي دي؟ بلدي؟ انا بلدي يا ابن السمن البلدي. تقصد مين بالسمن البلدي؟ استنى بنت انا اعرف اكلم الاشكال دي كويس. خلاص يا خالتي بلاش ده، بلاش ده بالذات. ليه بلاش ده بالذات؟ ده مدير يا خالتي. ابوس مديرك؟ الراجل البطريق ده مديرك؟ بطريق الامن منير في ايه؟ الحقني مستر عبد الله. ست صباح، اهلا وسهلا. ازيك يا سي عبدو؟ انا كويس الحمد لله. خير يا فندم، في ايه؟ تعالى يا اخويا شوف موظفينا عمال يشخط فيا من ساعة ما جيت وانا قاعدة عيط عيط. اتهنت والله. اتهنتي؟ مستر عبد الله انا اللي اتهنت. منير ارجوك مستر عبد الله بليز. ارجوك منير اتحرك. موفيت. ميرسي. ناس اتفننوا واتحفوا وناس اتكوروا واتحدفوا. الله على الزجل ده، مش ممكن. ده صلاح جاهين؟ دي صباح جاهين. طب مش تقولي لنا هاني من الجايه كنا على الاقل دهنا الارض مربى؟ والله يا سعبده انا ما كنتش جايه، بس البت الغلبانه دي صعبت علي، قلت اجيب لها حاجه تتوتت بيها. طب تصوري بقى ان انا زعلان؟ يعني تجيبي البنت لقمه وما تجيبيليش انا؟ ودي حاجه تفوتني يا سعبده. استنى بس ده التقيل جاي ورا. لا يبقى ناكل في مكتبي بقى، وسع وتزروت براحتنا. اتفضلي يا هاني ما حصلك. طب والمكتب ده يروح له منين يا سعد؟ شوفي لو عديت المكتب الاول ولا اقول لك انت هتحسي بنفسك. حاضر من عيني يا سعد. هروح اكل سعد الاول وبعدين ابقى ارجع لك، مش هتاخر. ماشي يا خالتي. قوي. اهلا اهلا شريهان. ايه يا عم؟ ايه حبيبتي عامله ايه في الشغل هنا؟ الحمد لله يا عم. طب شوف انا عايز اقول لك على حاجه، لو غصتي اي حاجه صغيره او كبيره ترجعي لي فورا او لمنير. ماشي. هي في بس حاجه واحده. طب انا استاذنك لاني مشغول جدا دلوقتي. طب هقول باي باي. بيتك يا شيخ، تخرب بيتك. ايه ده انت بتقرا مجله ميكي لحد دلوقتي؟ انا عارف انها حاجه عيالي، بس انا بقرا ميكي لحد دلوقتي. مش عيالي خالص. انت عارف ان انا جدي صاحب مجله ميكي هو اللي كان بيكتبها زمان؟ مش معقول، ده جدك ده كان راجل عظيم. طبعا عظيم يا ابني، ده جدي. تشربي حاجه؟ سوري، تشربي حاجه؟ شاي، قهوه، نجيب بريل ونخربها؟ الشيء ده مستفز قوي. البريل؟ لا انت. هو مين ده؟ ده شريف كان معانا في الكافيه، انت نسيتيه؟ لا مش فاكراه خالص. ده شريف صاحبي الوحيد وبيعدي عليا هنا كتير، ده كان بايت معايا امبارح. كان بايت معاك وواخد الروب بتاع مامتك، ويرد قوي. لا مش ويرد، هو شقي. يا شقي. يلا تشربي ايه بقى؟ ممكن تريبل بيري كيوي سموذي. ايه؟ سموذي. لا انا ما بشربش الحقيقه.
لا هي عايزه تشرب افهم بقى، هي عايزه تفك افهم. انا اجيب كحوليات وننبسط؟ لا 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 خالص، انا ما قلتش كده. هات لي ميه. اوكي ماشي ماشي، هاخد وقت في الميه. ها انجز انت بس وفكها كده. يلا يلا انجوي. بصي هو غيتت شريف، غيتت بس قلبه ابيض يعني طيب جدا. فين الفايل بقى بتاع المشروع بتاعك؟ الفايل على اللابتوب، واللابتوب في العربيه، بس انا عندي كوبي على الميل. طب كويس، احنا هنشتغل على اللابتوب بتاعي وهبعت لك كل الشغل بالميل. طيب اوكي ماشي. هات اللابتوب بقى عشان انا لما بكتب بنفسي بستعوب اكتر. بت ايه؟ بستعوب. لا انا هكتب انا عشان انا سريعه عشان ننجز. يا ابني انا في الكتابه سريعه بس. هذا وقد قرر العالم الفلكي والرياضي البريطاني بريكتور بعد رصده هذه الظاهرة وتمكنه من تصوير لحظة انشطار واجهة الهرم في عام 1920 ميلادية. معلش هي قد بالقاف ولا بالكاف؟ هو انت لسه في قد؟ ايه بس خليني اتأكد من سبيلينج. بالقاف، قاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين. ايوه اوكي، قاف قاف. يا له سريعة، سرعة اسرع واحدة. قاف. طيب هذا انت بتطلعي ولا بترجعي؟ ايوه خليني اكتب صح. هذا بالزه ولا بالزاد؟ بالزال، مفيش حاجه اسمها زه ومفيش حاجه اسمها زاد. ازاي في ره زه وفي زاد ضاد؟ اسمها صاد ضاد وره زين. زين ده مش حرف، ده اسم بني ادم، حتى في بنات اسمها زينه. انت شكلك ما كنتش شاطر في العربي على فكره. انا خلاص خلاص هكتبها بالزاد. طب قابليني بقى لو لقيت الزاد دي عندك. انا مش عارف انت متعصب ليه يا سيد. اهدى شويه يا سيد، اهدى شويه. انت مش شايف يا شريف؟ انا مش شايف. انا مع مين؟ انا مش شايف. شريف ما تستعبطش، ده بريل، انت هتعمل لي سكران. ماشي ماشي معلش. خلاص خلاص كمل يلا. هذا وقد قرر. قرر بالقاف ولا بالكاف؟ بالقاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين. اللي هي سيركل وعليها نقطتين. اوكي قاف. قرر ره ره ره. يا رب ارحمني. ره ره لقيتها. قرر يعني ره تاني. ره ره. انت بتدوري على ايه؟ ما هي هي، ما انت لسه دايسه عليها، دوسي عليها تاني. مش لاقياها. يعني ايه مش لاقياها؟ يعني فطت ثبت الكيبورد وطارت؟ ده انت غريبه قوي يا شيخه. اهدى بس اهدى اهدى، اوقات الره بتفط من فعلا من الكيبورد. معلش اهدى. بطل شرب يا اخي، البريلا هيقتلك. طب بالراحه على البنت، البنت زي القمر عشان خاطري بالراحه. على فكرة أنت موترني جدا والمشكلة مش عندي. أمال عند أنا؟ يا عم المشكلة عند أنا، عند أنا المشكلة. خلاص معلش. المشكلة في اللابتوب بتاعه صح؟ هو صح، أنا معاكي جدا فعلا. اللابتوب بتاعك غير اللابتوب بتاعي. يعني مختلف إزاي؟ يعني هو هو لا أي لابتوب في نفس الكيبورد. لا الكلام عندك أنت مختلف، على الأقل أنا عندي زاد أنت ما عندكش. مفيش حاجة اسمها زاد. أنا مش عارفة أشتغل على اللابتوب ده، أنا عايزة اللابتوب بتاعي. هو موجود تحت في العربية، هتنزل تجيبه لي ولا أنزل أنا أجيبه بنفسي؟ لا لا ما تنزليش أنت. انا هنزل واعمل لك اللي انت عايزاه. يلا انزل بقى متاخر بقى ايه، واديني فرصتي بقى كده عشان اقعد معاها شويه. ها نتكلم انا وهي شويه. يلا اديني وقتنا بقى. ماشي ما انت يا قليل الادب. دي بنت مؤدبه مش زي اللي تعرفها. ماشي ايه المشكله؟ بس انا مش هقعد معاك لوحدي على فكره. في انت قفشت ليه؟ ما كنا لسه بنتكلم وفكرنا ما بدانا نفك اهو. سيف لو سمحت خد الشيء ده معاك. ماشي يلا. مش هتغير الروب ده ولا البس ابيض احسن؟ ابيض يا شريف. شريف سيف تعالى خد المفتاح. خلي بالك عشان انا شاكه ان صاحبك ده ممكن يسرق حاجه من عربيتي. صاحبي ده؟ بتقول ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ بنتكلم عليك. اوكي ماشي كملوا. لا صاحبي ده مش حرامي، مش حرامي. هو ممكن يكون غيتت غلس لكن مش حرامي. خايفه ياخد مثلا سكارف من عندي من العربيه اذا كان اخد الروب بتاع مامتك. لا دي مش سرقه، دي شقاوه. شقي قوي. شقي. اوكي خلي بالك. عامه لا ما تلاقيش. بليز دوروا كويس عشان انا مش فاكره حتى اللابتوب فين. طيب حاضر. يعني مش هنتأخر. خد راحتك، البيت بيتك. شكرا. فين الصور بتاعته معاها؟ photos private. ياسمينة. ايه ده؟ دي احلى حاجة حصلت لي في حياتي. دي هتبقى فضيحة جامدة جدا. دي كانت مبزوزة مبزبزة من كل حتة.
ايوه يا سيف استنى ما تجيش. لقيت اللابتوب؟ لا ما تطلعش من غيره. دور عليه في كل حته، دور تحت رجلي كده الحته اللي بسوق فيها، دور جنب الكرسي التاني، دور بين الكرسيين، في الكنبه اللي ورا، في شنطه العربيه. من فضلك ما تطلعش من غيره عشان اللابتوب بتاعك وترني قوي. ثانك يو باي. هبعت الصور لنفسي على الميل. طب ما انا اعمل لهم شير من الفيسبوك بتاعه وانا ولا من شاف ولا من جري. بالهنا والشيف، انا عايزاك تخلص العكاوي دي كلها عشان اقرا لك الطاجن. ايه ده؟ انت بتعرفي تقري طاجن العكاوي؟ طب ده انا بعرف اقرا طاجن العكاوي بالبصل وطاجن الباميه بالدان. طيب يا ستي الطاجن قدامك اهو. المستقبل قدام. ملحوظ؟ لا ده ملعلت كده. هتقابل واحده ست هتغير حياتك. دي بصل. ايوه اصلها ست بنت بلد على ابوه. طيب بص يا ستي انا راجل عادل عاوز اجي معاكي سكه. وانا بموت في الراجل العادل. حلو ده. بص يا ستي. لا اتعادل وقول عايز ايه وخلصني. انا قصدي يعني ها يعني عمو عبد الله في حاجه مهمه. ايه في ايه؟ ايه ده انتوا بتعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ ما تعملش حاجه. ايه يا بت في ايه؟ قاعده برغنه وسعب فيها حاجه دي؟ انت ايه اللي دخلك من غير اذن؟ المركب اللي جايه من ايطاليا عليها الاستاذ منير. نعم الاستاذ منير ده رئيسك المباشر، تروح تبلغيه وهو يجي يقول لي في ايه. اتفضلي. ماشي. سلام عليكم. وعليكم السلام. اللي احنا كنا بنقول ايه؟ كنت بقول يعني لو تخش في الموضوع يا سي عبدو. هو موضوع يعني كنت عايز اقول يعني قول يا اخويا انا مرارتي ضيقه ما تستحملش. لا الف سلامه على مرارتك. ايه رايك في ورقتين عرفي وتنوري شقه المهندسين؟ لا بطلته. هو ايه ده اللي بطلتيه؟ العرفي بيجيب مشاكل. حلو قوي. يغوروا الورقتين وبرضه تنوري شقه المهندسين. اصل انا يا اخويا ماليش في الشمال، ولو كان ليا في الشمال كان الحال بقى غير الحال. معطلتش. لا استني بس، رايحه فين؟ وحلها ازاي دي؟ تتحل بالمأذون والفرح على سنه الله ورسول، وما تطبقش في الوجه كتير، مش كويسه على الكولون. فوتك بعافيه يا سي عبدو. انا ما كانش ليا توميه ابدا النهارده مع الكرومب. مستر منير في حاجه مهمه جدا عايزه اقولها لحضرتك. ايه الريحه دي؟ ايه يا انسه؟ ايه مش في باب بتخبطي عليه؟ معلش حضرتك اصل الموضوع خطير بس الريحه اخطر. ايه ده؟ وبعدين وش حضرتك احمر كده ليه؟ مضغوط يا انسه مضغوط، ضغط الشغل عندي هيعمل انفجار. كان الله في العون يا فندم. خير؟ ايه الموضوع الخطير؟ اصل حضرتك وانا بحضر الملف اللي حضرتك طلبته مني لاحظت ان وزن الحموله اللي هننقلها على المركب اللي جايه من ايطاليا اكبر من طاقه المركب نفسها، ده غير بقى ان الارصاد محذره ان الجو منقلب في الميه، يعني لا قدر الله ممكن المركب تغرق بالبضاعه اللي فيها. لاحظتي؟ انت هنا ما تلاحظيش يا نسا، انت هنا تعملي اللي اقول لك عليه وبس. ودلوقتي يلا اتفضلي على مكتبك، جهزي الفايل اللي قلت لك عليه بسرعه، الناس جايه كمان نص ساعه. طيب حاضر. ارجوكي أرجوكي. مستر منير مستر منير ايه ده؟ حاجة
المهم ابوك حضرتك بس تكلم الناس بتوع الصيانه عشان التكييف عندي بينقط ميه، وبعدين واضح ان المجاري ضربت هنا عند حضرتك في المكتب، ده ريحه طالعه لغايه بره. لا ايه ده؟ ايه دي بتزيد بتزيد يا ساتر يا رب. طب ركب شفاط يشرب. هركب هركب يا عيني. ارجوك اتفضلي ارجوكي. ايه ده؟ واحد ما يعرفش يفرفش في مكتبه ابدا. استاذ منير بقول لحضرتك العملاء وصل وعايز الملف ضروري. حاضر حاضر قول له حاضر قول له حاضر. يا رب انا مش عارف اشتغل، انا مش عارف اشتغل من البتاع ده، انا زهقت خلاص مش عارف اشتغل. يا رب اعمل ايه؟ هو ده. ماشي وحياة امي اجيب اخرك. ويلكم تو ايجيبت، وي ويل ستارت 5 مينيتس اونلي. يو هاف كوفي؟ كوفي يس اوكي. مستر عبد الله. نعم. كويس ان هم قاموا. عايز اقول لسيادتك على حاجه قبل ما نبدا. دلوقتي الحموله مالها وزنها اكبر من طاقه استيعاب الباخره، ودلوقتي الجو كمان مش مضمون، يعني لو حصل اي تقلبات في البحر لا قدر الله ممكن الباخره تغرق. اسمع منير. ايوه. احنا مالنا؟ مش اول مره نعمل الشغلانه ديت، وبعدين يا اخي فرق الوزن ماله مش كبير قوي للدرجه دي. ثم ما تنساش ان العملاء بتوعنا مالهم متعودين على ان مواعيدنا مظبوطه، مش عاوزين نخسر الميزه دي. ها؟ تمام. بلاش تتكلم عربي كتير لانه شكلهم ولاد قرود بيفهموا عربي كويس، اوكي؟ شوفي بس موضوع الملف اخلص. حالا. ايوه. بلاش ايوه، بقول لك بيفهموا عربي. اه طبعا ويلكم. شوفوا لي شريهان فين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين دول؟ ده الولا اشرف والبنت نهى بيعملوا لنا مخبياتهم. ولا! شيل ايدك يلا! الشركة دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. اجيب كوفي في غامق فاتح. ما تشوف لنا يا ابني الملف، انا عرضت خلص الانجليزي اللي اتعلمته كله. بص انت جوقته. خلتي خلتي. ايوه يا خالتي. عايزه ايه خالتي دلوقتي؟ كنت عايزه اقول لك على حاجه كده حصلت بيني وبين سعبدل. خير يا خالتي؟ خير خير زي ما تقولي كده. في بيني وبين سعبدل لا اقول، وان شاء الله عن قريب هتسمعي اخبار حلوه قوي. انا قلت يا خالتي دخلتك على الراجل بالطواجن دي فيها ان عشان عمرنا ما شفنا منك طواجن ولا شمنا حتى ريحتها. صح؟ ايه يا بنت؟ ايه المشكلة يعني حتى لو اتجوزت؟ لا لا يا خالتي مشكلة طبعا، الناس دول هيفتكروا ان احنا داخلين على طمع. انا مش قلقانة من الراجل الطيب، انا قلقانة من بيته السماوية اللي عاملة لنا فيها كل سابة دي هتقرفنا. انا ما لقحتش جدتي على حد، هو اللي عايز وهو اللي شاري. ايوه تفضلي تقولي لي بصي بقى وهو اللي شاري وهو اللي مش عارف ايه. لا يا خالتي الموضوع ده مش هينفع، لازم لما اجيلك نقعد قعده ونعرف هنعمل ايه. فاكره عم محمد اللبان قعدتي تقولي لي بصي بقى وبيموت فيا ومش عارفه ايه، وكان عنده بنت سماويه وكانت مقرفه وهي اللي شلوحتني في الاخر. مساء الخير يا عمو. مساء الخير يا حبيبي. شريهان ثواني، والملف يكون جاهز عند حضرتك. حالا الملف جاي يا فندم. ويلكم. مساء الخير. بس معلش هو الجيم اللي هنا فين؟ عشان بس عايز اضبط الباي والتراي. اوف يا لهوي. انت بتعاكس هنا؟ انا عضو هنا، انت بتحرجني؟ يا عم معلش الجاكيت عامل شغل يا سيف، مش ممكن شغل ايه شكل انت جاي تخطف طفل؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ طب طالما مش عايز نعاكس بنات عايز نعمل ايه؟ جايين النادي نعمل ايه يعني؟ انا عايز افهم. جايين عشان نلي.
ما بتردش عليا في التليفون من امبارح وحاسس انها زعلانه. اكيد زعلانه عشان ما لقيناش اللابتوب بتاعها. طب ما احنا يا كيوت يا اموري يا عسوله قعدنا قلبنا العربيه ما لقيناش حاجه. يا كيوت يا امرايه الامرايه، لو كنا دورنا تحت الاستبني كنا هنلاقيه. وازاي كنا هندور تحت الاستبني؟ مش عارفين نشيل الاستبني اساسا. اهو كنا اتصرفنا احسن ما تزعل. ومن انت بيفرق معاك زعل البنات اساسا وانت مشوار البنات ده مالكش فيه اساسا؟ مين اللي قال لك؟ لا ليا فيه طبعا. ايه اللي ماليش فيه؟ لا فيه فيه طبعا، انا كويس جدا، بس هي عشان زميلتنا في الجامعه. زميلتنا في الجامعه؟ لا ده انت رخم قوي، انت رخم يا شريف. في ايه؟ لو عايز تهزر قول لي عشان ما اجيش انا هنا يا شريف، ما تهزرش معايا. انت وقعت منين؟ انت حبيت هالة؟ انت قديم يا شريف. اوعى يا شريف، انا بعرف يا شريف، ما تلمسنيش يا اخي. قلت لك يا نهار اسود. ايه امن النادي؟ امن النادي؟ ياسمينة جاية. امن النادي ايه؟ واحنا نطيب من على السور. ياسمينة مين؟ ياسمينة دي؟ واحدة كنت ماشي معاها زمان. دي جامدة قوي، جامدة قوي قوي قوي. ايه ده؟ لا ولسه بقى لما تيجي تشوف بقى انا عامل ايه. هاي ياسمينة ازيك؟ هاي يا سي زفت. ايه؟ انت بتضحك على ايه؟ انت ليك عين تيجي نادي برجليك؟ انا؟ ده اللي انت عملته معايا امبارح ده. عملت ايه معاها امبارح؟ انت عامل معايا ايه دي؟ عملت غلط والله. انا عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. استنى، عمل ايه؟ في ايه؟ انت عملت شير للصور القديمه بتاعتي على الفيسبوك؟ ايه انا؟ هو لو في مشكله في الصور القديمه حضرتك وعايز نحط لك صور جديده اديها لنا وهنحط لك صور جديده على طول يعني. لا انت ممكن تخلص خلاص عشان ما حدش كلمك اصلا. انت بتضحك على ايه؟ بتهزقك انت. ايوه صح. انا ما شيرتش حاجه. امال مين اللي شير الصور دي؟ مين؟ مش ده الاكونت بتاعك؟ اه. يبقى مين اللي عمل شير؟ مين؟ صدق انك حيوان. اه يا حيوان. ايه حيوان؟ ايه اللي حصل؟ انت بتوجع قوي. ايوه طبعا. السوسته جت في درستي. معلش سلامتك يا حيوان. ما تلمسنيش يا شريف، ما تمسكنيش. قلت لك يا اخي اوعى بقى يا اخي. الله بجد انا ما صدقتش نفسي لما شفت الصور. فضيحه يا بنتي، دي اسمها فضيحه. انتي مش فاهمه كميه الكومنتس عامله ازاي. كل الناس بجد، كل الناس I'm not exaggerating، كلهم عاملين شير للصوره. يا بنتي انتي مش فاهمه، دي جت النادي 10 دقايق بس امبارح، ومن اللي اتعمل فيها راحت عيطت ومشيت على طول. احسن، تستاهل. قلتلك يا سو انا مش سهله، انا مش سهله خالص. ادخل ادخل. أمرت الحلوة بقت تحمة، بقت تحمة، وإنها سحري. هي بتقول تحمة كده. تحس إنها واكلة هدى. تحمة. سو نكمل كلامنا بعدين عشان غالبا في مصيبة. باي. حبيبة بابا نيلي، أمورة بابا نيلي، كتكوت بابا نيلي. خلصت فكرة المنوعات بتاعتك؟ الحقيقة هو لسه، بس انت لو عايزاني اخلصها اخلصها، كان لسه في شوية حاجات كده. اللي عندي فراشة صغننة وعندي بغبغان مش عارفة ايه. لا فراشة صغننة دي يوم الجمعة قبل الصلاة ما تنسيش، انما دلوقتي في البحر سمكة سمكة. عارفة السمكة وعارفة كل ده، خش في الموضوع على طول. ابدا. انا جاي اقول صباح الخير على احلى واجمل والطف واقدم بنت في الدنيا، اللي يا سبحان الله حتى لو قلت لك حاجه تضايقك او تنرفزك عمر صوتك ما يعلى على بابي ابدا. ولا انا غلطان في العنوان؟ انجز يا بابي وقول عملت ايه غلط. بالعكس ما عملتش حاجه غلط، ده اللي عملته ده عشان ما اعملش حاجه غلط. ممكن تبقى دايركت وتقول لي ايه الموضوع على طول؟ طيب اللي عملته ده عملته عشان خاطرك انتي، عشان اكون عيلة ونتلم كلنا، كلنا نتلم في حميمية ونبقى اسرة جميلة مترابطة. تقصد بكلنا ده اللي هو مين؟ طيب انتي ما نفسكيش من زمان يكون ليكي اخت؟ عمري عمري ما كان نفسي في كده. ما تقول بقى في ايه؟ ابدا غاية في الموضوع يعني أنا جوا صباح. علي صوتك. لا عشت ولا كنت لما علي صوتي على بنتي. أنا جوا صباح. علي صوتك. بالغنى. أنا هتجوز صباح. صباح مين؟
خالد شريهان. أخت شادية؟ مرات عبد الحليم؟ نو واي الست دي تدخل البيت هي والبتاع اللي معاها دي على جثتي. تس 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 اي اي باشمهندس والنبي زود لي بقى الافكت بقى عيب يعني ده انا حبيبه. ايوه تيست ايوه الله ايوه تمام تمام. عمنا عمنا باشا انت مصور مصور كوكو مصور حضرتك ما تقفليش انا بقى تقفلي عند الباب بقى تصور الناس وهي داخله ماشي. فين اللي معاه كاميرا الفيديو؟ اه عمي معاك تقعد لي هنا تخرج وتدخل والكلام الحلو ده ماشي والقلوب والحاجات اللي انا قلت لك عليها حبيبه. يا كريكا مفارش قهوه الفيصل دي بقى تشيلها لي وتحط لي بقى المفارش المورد ممكن؟ مش ده اتفقنا؟ يلا يابا يلا الله يكرمك. الشيشه تمام والولعه تمام ولا ايه؟ يلا العروسه وكتاب الله لو جت ما لقيتش كل حاجه جاهزه هتسمعوا الفاظ ما سمعتهاش في حياتكم. مش مصدقه نفسي يا سو such a nightmare. بقى ده فرح بزنس مان كبير لو حد عدى من بره هيفتكره مولد. فكرة أنا بجد اللي مش مصدقاكي أنت كل اللي فارق معاكي الفرح and how it looks in front of people. مش فارق معاكي خالص إن باباكي متجوز البيئة اللي اسمها صباح دي. إزاي يعني مش فارق معايا؟ إذا كنت أنا من ساعة ما عرفت إنه هيتجوزها برجع كل يوم. خلاص ليه ما بوصيش الجوازة يا نالي؟ سو بابي قليل الأدب وبتاع ستات وبتاع ستات بلدي كمان اللي هما بقى بتوع يا حبيبتي والحاجات دي. فكده ولا كده كان هيتجوزها حتى لو كنت عملت له اللالو اللالي whatever. انا قلت سيبه يومين ثلاثه يتجوزها وبعدين اشوف طريقه اخليه يطلقها. ايه بس هتخلي ست البيئه دي هي وشريهان يقعدوا معاكي في الفيلا هنا؟ امال اخليه يجيب لها بيت ويكتبه باسمها ولما يطلقها تاخد البيت؟ لا طبعا دي لازم تفضل تحت عينيا. اسيبها يعني تاكل بعقله كنافه؟ حلاوه يا نالي حلاوه. تس 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 تشيك تشيك مايك تشيك مايك. ايوه الله 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 اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ده مين اللي طالب زبادو فراوله ده؟ مساء الفل يا فندم محسوبك هاني مبروك للحاج. انت مين يا حيوان انت؟ انا ليه يعني الغلط ده حضرتك يعني انا هاني هاني الدبدوب. دبدوب يعني حيوان اهو. عسل عسل والله يا فندم. انت بتعمل ايه هنا؟ انا حضرتك انا اللي مسؤول عن التجهيزات بتاعه الفرح يعني تقدري تقول عليا كده انا الويدنج بلينرز. سمعتي قال ايه؟ بلينرز؟ اه لا مؤاخذه احنا اسفين لو كنا ازعجناكم بس لازم نعمل ساوند تشيكس عشان تبقى كل حاجه جاهزه. ليه؟ ليه بتحطوا اسف كل حاجه؟ بلينرز وشيكس ليه؟ هو انت كتير؟ مش انت واحد؟ لا انت فهمتي غلط يا ابله. الاس دي مش بتاعت البلور لا دي اس بتاعت الابوستروف اس يعني الاس عايده على الذكر اللي هو انا. انت مش ذكر انت حيوان وانت عسلز عسلز. ممكن اجرب؟ اه طبعا اتفضلي اعملي. لا عايز اجرب شيكس. قولي شيكس 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 شيكس. في 60,000 داهية. والله كان قلبي حاسس ان هما مش هيعدوها على خير. يلا طلبوها ونالوها. خلاص يا خالتي سيبك منهم. بس يا بيت بتكسروا ورانا قلل يا حرام عفنا يا ولاد. بس يا خالتي دليلة فرحك. فرحي؟ لا ده انا اقلعلكوا الابيض والبس عليكوا الاسود يا ولاد اطفوا. خلاص بقى يا خالتي خلاص ما تسمعونا زغروطة يا ولاد. على عينك يا أهرانا على عينك يا أهرانا حبات الليلة يا عيانا على عينك يا أهرانا على عينك يا درتي على عينك يا درتي الأبيض والأحمر فضلتي على عينك يا درتي. يلا اللي نورنا احنا اللي نورنا يلا يا حارة هوسي هوس يلا يا حارة هوسي هوس احنا اللي عملنا
مساء الخير يا جماعه. دكتور سليم. هاي. ازيك؟ هاي انكل سليم. اهلا يا نيلي يا بنتي، مبروك. مبروك على ايه؟ مبروك على المصيبه اللي احنا فيها. لا خير، في ايه؟ في ايه يا انكل؟ حضرتك مش شايف الديكوريشن؟ مش شايف بهدله الجنينه ازاي؟ بص البالونه اللي هناك، بص حضرتك الناس اللي وراك بترقص ازاي؟ كارثه. لا الاطفال اللي معاهم، والله العظيم يا انكل دول مش اطفال، استحاله يكونوا دول اطفال بريئين. من شويه واحد صغير كده جه يقول لي ايه، بص لي كده كانه بصت راجل كبير، كانه راجل مضغوط، قال لي يا انسه يا كويسه تتاكلي حته حته حتى لو ما حلوش. يعني ايه؟ يعني ايه يقول لي انا كده؟ هو ده اللي قال لي كده يا انكل؟ يعني اللي ده قصده ملحوسه. Whatever. ما شفتش بقى حضرتك the new Mrs. عبد الله مكاوي؟ كارثه كارثه. عملها بلدي جدا، بلدي، دول اهلها، دول قريبها. يعني ليه؟ يعني تقصد الجلاليب والعبايات والحاجات دي حاجه بالظبط؟ ممكن لو سمحت من فضلك، لو حضرتك بتحبني ولو بتحب بابي، من فضلك تعال نلحقه في الساعه اللي فاضله له من حياته. بليز بليز يلا ننقذه، حالتك اقنعه لانه مش مقتنع بكلامي. يعني ليه؟ ده انا نفسي وهموت ان انا اعمل زيه. الله، حضرتك بتتكلم بجد؟ على طبعا. واضح بقى ان انتوا في السن ده بتلسعوا او حاجه. طب بتفضل حضرتك اقعد وانا هخلي الناس الجميله دي تجيب لك بقى حلابسه وبلابسه والحاجات بتاعتهم. اتفضل اتفضل. خلي بالك على ابوكي بيضربوا واحد ورا التاني. حاسب وسع وسع وسع. تعلن شركه مصر للطيران عن وصول رحله البحرين اللي عليها احلى عروسين. وسع 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 وسع. اللي قاعد يقف واللي واقف يوسع. وسع وسع يا عمنا، العريس ده يهمنا وعروسته من عندنا، نحييهم من قلبنا يخليهم ربنا. سكة حديد مصرية عرسنا مية مية. سكة حديد مصرية عرسنا مية مية. يا عم قول وانا اقول، يا عم رش الدور، يا عم قول وانا اقول، يا عم رش الدور. احنا بتوع المزامير وصل من كده بكتير. احنا بتوع المزامير وصل من كده بكتير. احنا فريق الكوكواوا كوكواوا. احنا فريق الكوكواوا. للي حبيبتي بعقولة جاية تنيني؟ بليز ابعد عني.